الله المستعان. يلا ادخل. لا إله إلا الله. اتق الله واتركه، هو الآن أراد الجلوس كي يتكلم معي، فقط الآن صافحني وسلم، دعوا حتى يتكلم وبعدها أنت صعد زربان. ها بشوية لك، ها بشوية، الوقت طويل. هيا أيقظه حتى يتكلم، أفهم ما عنده. هيا أيقظه، كتسمع؟ هيا أيقظه، فيقوا، هيا فيقوا، هيا. طيب جلس أخي الكريم، جلس. لا إله إلا الله، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. جلس أخي في كرسي، جلس. مرحبا. خير إن شاء الله تعالى. شنو عندك الخير؟ اللهم لك الحمد، أحسن شيء. تفضل أخي الكريم، شنو معنا الدعاء؟ طيب ترمي راسي ومشدود من كرشي وما كان عقلش معه في الأيام اللي فين غادة ولا فين جاية. كم سنة وانت مريض؟ عرفت راسي شحال تقريبا؟ تقريبا قرب الزواج ديالي، انا حسيت بهذا الشيء هذا. شحال من عام انت مزوج؟ في 90. 90؟ 15 سنة. 15 سنة، لا حول ولا قوة الا بالله. كيف علاقتك بالزوجة؟ مزيان؟ كانوا صداع؟ الحمد لله مزيانة. يعني انت كتشكي غير صحتك؟ صحتي وما عارفش الايام كيفاش غاده، والراس ديالي مزير. يعني واخا نهضر معاك دابا نخرج ما نعرفش شنو وقع بيناتنا. شنو العمل ديالك؟ كندير هادشي ديال لي ماشين ديال الخياطة. كنحس كناكل في الليل. شو آخر؟ ملي دخلتي سلمتي عليا شنو وقع لك؟ ما كنعرفش. ما قلتيش كيف سلمتي عليا؟ ضربتي بيدك الكرسي، طحتي بلقيتي كتحرك في الأرض. كنشعر بشوية ديال سميتو. انت عارف راسك مريض؟ اه. عارف راسك عندك الجين؟ اه. اشنو الجين اللي عندك؟ ما حيت بزاف ديال الناس اللي مشيت عندهم تيقول لي عندك عيشة، عندك حمو. طيب مزيان، يعني مشيت عند بزاف المعالجين. اه كثير من الرقاد. طيب جيد. طيب كاين اللي يقول لك عندك عيشة. اه. وحمو. اه. شنو خد؟ ما عرفتش. اشنو كيوقع عليك اثناء الرقيه مثلا؟ شيء اللي كيتعقل عليك؟ ما تعقلش؟ ما نطيحش. ما كطيحش؟ لا ما كطيحش؟ لا. وانت دابا سلمتي يا حسين؟ اي دابا حاليا يعني هنا شحال هادي ما سبحان الله. آه. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، اللهم لك الحمد. طيب خير ان شاء الله. اول الامر واضح انك طحتي وكيضرب وكذا، فالجني الجن مبغيش هذا المكان، مبغيش الرقية. إذا في الجسد تاعك كاين الجن. لكن كيفاش بنوا الرقاة أو المعالجين أن قالوا أنك عايش وحمو؟ واش تكلموا معاهم؟ ما لا ما تكلموش معاهم. هو كان واحد السيد كنعرفو كي بحال دابا كطيح شي مرة كيسولها كيسولها. لا 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 ماشي هكذا، لا لا لا. خير إن شاء الله. طيب جلس قدامي يا أخي الكريم، لا تبقى حدايا، تبقى حدايا ماشي مشكل. دير يدك على صدرك، ركز مزيان، انا غنتكلم بكلمات. ركز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى كل جن سكن البدن، اتق الله جل وعلا، اتق الله سبحانه وتعالى، فأنت ظالم، لا يجوز لك المكث في هذا البدن، لا يحق لك البقاء وظلم هذا الرجل بهذه الطريقة. وأنت تستشعر كلامي هذا الآن، تفهم كلامي، منذ صافحت هذه اليد صرعت وسقطت. نعم صرعت وسقطت، لأن بداخلك تعلم أنك ظالم،
الآن تكلم، أنطق وأفصح طاعة الله عز وجل، تكلم. نعم الآن تحرك اليد والصدر، انظر ما إلى حالك الآن، أريدك تقيا طيبا طاهرا، أريدك في الخير الآن، أنت أن تكون في الخير، أنت معي الآن تكون في الخير طاعة الله عز وجل، وأن تتكلم بكل شيء الآن، وإن لم يسبق لك الكلام لكن هنا إن شاء الله تتكلم، وأنت تعلم أني أريدك الخير، تسمع؟ هيا تكلم الآن وألقي السلام، تكلم وألقي السلام، نعم تكلم وألقي السلام طاعة الله عز وجل، أخرج من الظلم والظلمات ومن الصمت والقهر والتعذيب والتمريض، لا يعرف الأيام ولا السنين ولا الشهور، ولا يعرف لذة ولا سعادة، وأنت السبب، كلكم السبب، كلكم السبب، كلكم السبب، نعم كلكم السبب. انظر إلى حالكم الآن في الأصوات والحركات والدمع والبكاء، تعرفون أنكم في الظلم والظلام والقهر والذلة. ألقي السلام، ألقي السلام، ألقي السلام، ألقي السلام. يد بيضاء، يد بيضاء تريدكم في الخير، يد بيضاء تريدكم في الخير، تؤجرون بإذن الله بالإسلام. هيا إلى الله عز وجل، أعطني يدك، هيا 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 إلى الله عز وجل، هيا هيا، دون تعذيب، دون تعذيب، تسمع؟ دون تعذيب، دون تعذيب. الآن تقبضون اليد هكذا، الأيدي هكذا، اتحاد وقوة في الكفر، ولا تريدون سلما وسلاما، والله الله جل وعلا الآن أظهركم، تسمع؟ اختفيتم سنين، والله يظهركم، تسكنونه 15 سنة، 15 سنة، 15 سنة منذ الزواج، منذ زواجه وهو يعاني، تغيرت حياته رأسا عقب، غيرتم كل شيء في مناحي الحياة، غيرتم كل شيء وعذبتموه في كل شيء، صح أم لا؟ هكذا قوة، قوة يعني سحر في القوة، فاتقوا الله جل وعلا. عقلتي شنو بقى عليك؟ كيف طلع وكيتزير وكيغوت وكيشخر وكيقبط يديه، ما باش يسلم. الدلالة الأولى على أن الجن موجود، والثاني أنه كافر مش مسلم، ولكن يسمع ويئن ويقر أنه يعرف أنه ظالم. جيد، نعود إن شاء الله شيء آخر بإذن الله تعالى. الآن ركز معي، ركز معي جيدا، قل بسم الله، بسم الله، جمع النفس، الله أكبر، قل الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، جمع النفس، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، جمع النفس، يدك على الصدر، جوز، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، جمع النفس،
رأيت ماذا يحل بك الآن؟ الله أكبر. الله أكبر. نعيد بسم الله. هيا بسم بسرعة. لا لا نطقت أخيرا. لا نطقت. سوف تطلق مني. سوف تتعذب معنا يسيرا يسيرا. أوه أمزح أبني. اختفيتم سنين والله تعالى أظهركم بشكل يسير جدا. وما توفيق إلا بالله. وما توفيق إلا بالله. خمسطاشر سنة ومخبعين والله أظهركم وبشكل بسيط جدا باش تعرفوا الجين أنكم ضعاف والتوفيق من الله وحده. يلا رجعوا فيقوا ورجعوا. يلا فيقوا ورجعوا. ارجعوا الكرسي. يلا رجع. عقلتي من يتكلم؟ عقلتي؟ ما تخافش يا أخي الكريم. الآن الحمد لله جيد ما شاء الله والحمد لله. الآن باش نفسيا ترتاح. عقلتي دابا نتكلم؟ عقلتي لأول مرة أنت كتعقل أنه تكلم يعني يتكلم. الحمد لله رب العالمين. بالعكس فرح هذا خير. أنا إن شاء الله شيء سهل ما تخافش. يلا رجعوا الثاني باش يعرفوا أنهم أعداء لله وأنه ليس على شيء. كل من عاد الله ليس على شيء. الحمد لله أنا ما استكرت أحد. الحمد لله يبارك فيك. يلا إن شاء الله يدك على الصبر إن شاء الله من جديد. أبشر هذا خير بإذن الله تعالى. هذه طرق سهلة أمشي معك بها بإذن الله. غير تقهروا ويتعذبوا وضعف القوة وما يبغيوا الفار الخروج ويسلموا ويخرجوا خلاص. إن شاء الله جلسة بسيطة. يلا شوف فيها. بسم الله جميل نفس. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله جمع نفس. ستموتون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله جمع نفس. كل مكان تخرجون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الجميع الأفز. أي جميع النفس مزيان قجموا. يعذبون. تعذبون. تسمعون. عذبتموه وتعذبون. الآن نراكم في عذاب. في داخله تعذبون. في داخله تعذبون. في داخله تعذبون. أرأيتم كيف حالكم الآن؟ تعذبون تختنقون. عقلتي؟ عقلتي شنو قال لك؟ شتي؟ شتي؟ يلا بسم الله. هاد الشوال كي يعملوا لكم مفرق حنا كنجمعوا اليوم يذوقوا نفس العزاء. يلا بسم الله جمع نفس. أعد من جديد ما تخافش. هيا هيا سوف تنطقون بكل شيء تعترفون بالساحر والساحرة والسحر